بتعمل ايه يا بيسا؟ بذاكر يا نفيسة. بتذاكر من ورايا؟ وبتذاكر ايه بقى يا اخويا؟ بذاكر ماس يا اختي. وهي دي مادة تتذاكر يا اخويا؟ تحس كده انها مرات ابوك، اول ما تشوفها عاوز تحدفها بالطوبة. لا، ما انا لقيت الحل خلاص. ايه بقى هو الحل يا اخويا؟ قولي. خدي عندك، بفتح اليوتيوب على قناة ماس اكاديمي، شرح مجاني، تلاقي شتات، تلاقي حل تمارين، تلاقي مراجعات، تلاقي. يا ابن اللعيبة، طب مش تقولي عشان ننجح كلنا مع بعض؟ اديني قلتلك، يلا بقى روحي اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد.